كويس دكتور، برضو خلينا مثلا احنا في شهر رمضان المبارك، وبتعرف اخواننا المرضى والصيام، في اي ملاحظة او نصيحة خلينا نقول في هذا الاتجاه؟ في بعض التعليمات بالنسبة ما يخص شهر رمضان دائما انا ابداها، هل نحن فعلا نصوم شهر رمضان؟ طبعا انا لا اتكلم من ناحية دينية ولكن من ناحية صينية، لماذا تم فرض، الله عز وجل اعلم، بداية اعلم بنا باجسادنا، لماذا تم فرض اللي هو الصيام يعني من ناحية صحية؟ طبعا الآن في شهر رمضان، وهذا طبعا من الأخطاء اللي المتكررة في كل عام، إنه يعني في رمضان سرعة النرفزة وضيق الخلق ويعني إنه وغضب لأتفه الأسباب بدعوة طبعا الصيام، وعند الصيام عند البعض كسل جسدي وانفعال نفسي في النهار وتخمة وسهر في الليل، وبالتالي هل نحن فعلا نصوم شهر رمضان؟ بدك تعرف من ناحية الصحية طبعا انه عندك صيامك صحيح، كالتالي انه الصيام الاصل منه الطاقة والحيوية والنشاط، الاصل منه انه هو يقوي المناعة، الاصل منه هو تصفية السموم، يعني فوائد الصيام لا تعد ولا تحصى، وحتكلم عن فوائد الصيام، لكن بدي اقول ابو لؤي ولكل اللي بيسمعونا، وهذا من سنوات يا ابو لؤي انه الغرب اتجه الى الصيام المتقطع اللي هو الغير شرعي، لكن نحن كمسلمين عقيدتنا هذا الشيء موجود، هو الصيام ركن من اركان الاسلام اللي هي بدونها لن يتم، يعني هذا الشيء الله عز وجل ما خلاهوش تطوع زي اثنين وخميس ولا ايام السته بيض، لا هو يعني فرض. هذا قال نعم. فرض. نعم. وبالتالي يعني لاهميته للجسم، الغرب الآن في مدارس ومصحات تم افتتاحها للعلاج جميع الأمراض أو أغلب الأمراض المعاصرة بالصيام المتقطع. الصيام المتقطع إيش هو؟ 8 ساعات اللي هو أكل فيها، يعني الحرية في الأكل، و16 ساعة صيام، وهو ما ينطبق، شوف كيف يعني هم دمش يقول لك ما ينطبق على صيامنا الشرعي، صيامنا الشرعي من اذان من السحور، اذان الفجر حتى اذان المغرب اللي هي 16 ساعه، سبحان الله، ساعات اللي هو من المغرب لحتى السحور اللي هي 8 ساعات. وبالتالي نحن هل نحن حقا نصوم رمضان حتى ناخذ الفائده؟ بدي اقول بعض المغالطات. الان اول ما يبدا الله اكبر يبدا النزال الفعلي، بدي أنسف الطاولة، يعني في خلال 5 دقائق بكون إيش يعني اللحوم والشحوم والمقليات وكلها، طبعا 16 ساعة المعدة يعني الآن ما لم يصلها أي طعام، وخلال 2 3 دقائق بكون يعني ما خليتش حاجة على الطاولة. الصيام له فوائد كثيرة، من ضمنها إراحة الجهاز الهضمي، من ضمنها تعزيز المناعة، من ضمنها الناس اللي عندهم أمراض مزمنة السكري والضغط هذا علاج لهم، يعني من ضمنها حتى سلامة القلب والشرايين اللي عندهم كوليسترول الناس، من ضمنها حتى الناس اللي هي عندهم التهابات متكررة الصيام هو الحل، حتى الناس اللي عندها حصوات أو أملاح الصيام هو الحل، وبالتالي حتى لنضارة البشرة وحتى للطاقة والحيوية والنشاط الصيام هو الحل. إذا كيف بدنا نبدأ إحنا يعني من أول الآن الله أكبر، إيش الصح؟ الصح إنه هو كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسبقنا عليه الصلاة والسلام، هو أكل ثمرات، وهذا طبعا يعني هذا فيها دراسات، لأنه خلال 16 ساعة مستوى في خلال آخر النهار يعني قبل المغرب مستوى السكر ينخفض، وبالتالي نحن بحاجة لسكريات، السكريات إنه تدخل وبسرعة خلال دقائق الجسم. الحل هو التمر، التمر 3 تمرات إنه نأكلهم أول حاجة، ومن ثم إيش بعدين اللي هو كوب من الماء، والأفضل مش طبعا ولا بأي حال من الأحوال يا أبو رأي المية اللي انتلجة، المية اللي انتلجة تعمل على انكماش اللي هو الشعيرات الدموية في المعدة، تعمل تخلصات اللي بيصير معهم مغص وتلبكات معوية، المية الباردة مشان هيك من الحنفية، أو حتى لو فاتر كمان بيكون كويس. كوب من الماء. ما بعد هيك الأصل إنه ناخد الشربات الدافئة. ما بعد هيك بدنا نريح ربع ساعة ثلث ساعة اللي هي وقت الصلاة، وبعدين تدرج. ولعلمك الخاص يا ابو لؤي، يعني في عنا احنا الناس دائما سبحان الله الشهية والشهوة والرغبة، عنا من اذان المغرب حتى اذان عشاء تقريبا ما يقارب الساعة ونص. يا اخي تدرج في خلال الساعة ونص، وما في حدا، ما فيش ورانا حدا حاجة حدا يجري وراك، وبالتالي حتى
يعني انه تعيش بصحة وبحافية وما فيش تخمة وما فيش تلبك معوي وما فيش مغص. الان ليش طبعا الان ايش الاكثر الامراض اللي اول يومين ثلاثة اولها اللي هو الالتهابات بتزيد اول يومين ثلاثة. ليش؟ لانه ما هي ناس الجسم. والاصل الانسان اللي بصوم اثنين وخميس وستة البيض بكون هيئ الجسم انه لا لا للصيام. لكن احنا قبلها بيوم كنا ناكل ونشرب ولحوم وشحوم وبعدين فجأة نتوقف واول يوم رمضان ما ضلش حاجة. وبالتالي يعني الفترة هذه بعد صلاة المغرب التدرج بالأكل والله سنشعر بالسعادة وبالراحة وبالحيوية وبالطاقة ولن نشعر بالتخمة وبدي أنام. يعني بعد الأكل ما هو الإنسان ما هو نزل في المعدة كل صنوف الطعام وبده ينام. طبعا الابتعاد كل البعد عن الأملاح. الأملاح بتخزن السوائل في الجسم مما يؤدي إلى رفع الضغط. الناس اللي عندهم ضغط بيرفع الضغط بيزود الالتهابات بيزود حتى تكوين الحصوات. وبالتالي الأملاح وهذا نداء طبعا معروف انه في رمضان الموالح والطراش والمخللات تكثر للاسف. صحيح تكثر للاسف. مشان هيك انت كن طبيب نفسك. نعم. بدناش اطباء. انت اذا ملاحظ يا ابو لؤي احنا ما تكلمناش عن دواء. احنا عمال نتكلم عن الحلول البسيطه اللي هي من بيتك من مطبخك. المعده يعني بيت الداء. وبالتالي الانسان طول ما هو ملتزم بالطعام لن يدخل ولن يصل مرض وهي حتكون مناعته قويه وهو الجيش وهو الجند اللي حيدافع. نعم. عن يعني جسمك اللي هو الله عز وجل ائتمنك عليه. بالتالي السكريات اللي الان العصائر المحلاه يا اخي في عندنا اشياء طبيعيه. في عندنا فيتامين سي اللي هو البرتقال قشره وكله زي ما هو او اللي ما بعد هيك عصير البرتقال الطازج. الليمون غالي يا دكتور خلي بالك. لكن احنا بنحكي على الفائده يا اخي غالي ما هو الناس. ما انت قول لي لو يعني لو جاب كيلو الليمون مثلا بأربعة ولا بخمسة مجانا الخروب يشتري ب16 شيكل. هو الخروب هو ممتاز جدا لكن بدون السكر لانه اذا حطينا او نوضع السكر في الخروب يعني هنا ضيع الفائده. مشان هيك السموم الثلاثة البيضاء ابو لؤي الملح والسكر والخبز الابيض بدنا نبتعد عنهم. قلنا الملح اللي هو البديل ملح الهيمالايا والسكر هو سكر السيبيا هو محلي نباتي طبيعي والخبز اللي هو هلقة الشعير والقمح. يعني وبالتالي بدنا نرجع لا يعني الاشياء الطبيعيه قبل ما هذا كمنهاج حياه ابو لؤي في رمضان وغير رمضان. والاصل ابو لؤي الاصل واللي بيسمعونا الان الاصل انه الانسان في خلال شهر رمضان يكتسب انه يتخلص من سم. هذا فرض الله عز وجل انه اعلم بنا باجسادنا فرض وفرض. كلام سليم. اللي طول السنه اللي انت بناكل وبنخبص والكلام هذا فرصه ان احنا نريح للجسم يزود لك المناعه انه تستطيع يعني ممارسة عملك بحرية وبحيوية وبطاقة وبنشاط. مشان هيك ابو لؤي اللي بحس حاله عنده خمول اصلا في اذا انت معركة حطين وغزوة بدر ومعركة حتى 73 اكتوبر كل هذه اصلا غزوات هذه كانت في رمضان. يعني الفتوحات الاسلامية كلها كانت في رمضان. وبالتالي هذا دليل واحنا بدناش دليل لكن هذه احنا مجرد تذكير انه اصلا رمضان لا العمل والحيوية والطاقة والنشاط والتركيز. كلام سليم. حتى ونضارة البشرة وسلامة القلب وللضغط وللسكري والامراض المزمنة. يعني يا دكتور في النهاية خلينا نقول نعم متكررة. ليش بقول لك في عندهم ليش طب صار عندي حرقان بول لانه انت متعود تشرب سوائل والان 16 ساعة فجأة وبالتالي امر طبيعي 16 ساعة امتناع عن السوائل. فمشان هيك بدك تعود. لكن اول بيجي بقول لك انا اول بسمع بشرب 2 لتر يا اخي 2 لتر ما هو حاجتك كوباية الباقي حتروح على الحمام رايح جاي. بدناش 2 لتر مرة واحدة بدنا 2 لتر توزعهم خلال الثمان ساعات هذه. نعم لكن مش 2 لتر. وبالتالي هذا اخطاء بسيطة لكن كلنا بقع فيها. اتمنى طبعا دكتور انه تصل هالمعلومات المفيدة والقيمة ان شاء الله ونعمل بيها خاصة انه احنا في هذا الشهر كما اشرت يعني غير الثواب من الله سبحانه وتعالى لصوم هذا الفرض وارضاء لله سبحانه وتعالى ايضا هناك النصائح الطبية والاستفادة الطبية والصحية لاجسامنا. شكرا جزيلا لك دكتور ايمن عيد الساحباني مدير طبعا العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي على هذه المعلومات القيمة وتحياتي لك. شكرا. اذاعة صوت القدس صوت حر لشعب حر.